الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آل محمد وحين تشوقنا بابك كساب صن وضعهما على الصدر مركا قيب طهر وصوم الرئي حديثة وشيخه كياني حديث كأفراد أين إن شاء الله تعالى كقاضينا بابك كساب صن وكان ينهى وحواها النبي صلى الله عليه وسلم ينهى مدريبة عن الاختصار في الصلاة صلاة قد هذا إن كليها اللقب صدى النبي صلى الله عليه وسلم والريب شرى وديد شرى اختصاركو وإن كليها الله يسقبته حديث كان بخاري مسلم بسوري وهو الصلب الذي كان ينهى عنه وحانو اختصار كاسي أهاضي كليا إسقبت كاسي الصلب صلبك وي الذي كاسو كان أها النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عنه مذ الرياب أها حديث كان أبو داود هي النسائي بسوري روح مركا إنه كليها مركا إسقبته كيف يضع عين كاسوال النهي حديث الرسول صلى الله عليه وسلم والنهي سوى الربيس وحانو بابك كتع اللقاء ما دام ويل لابتا إن لصار قعمها كيف يكدون وي كليا إسقبت كاني نهي خاص نكويمي أصيغار النبي صلى الله عليه وسلم هو النهي مركا كليها إن لإسقبته ها تمد بين قعن لصاره أما ها تلبد قعمو إسي سارا إن كليا لصاره نبي صلى الله عليه وسلم هو النهي صلب روحه يهي روح مرك الدل درس إذا لقديه النوع عن ما هدول بذا كل يود إسقبته وحير الشبه هي صلب يجيبوا شبه هي صلب يجي أي شبه هي وأنا أرجع الصليب لقك يعني صليبكو وكروس كما معتب كمرك أي كريستانكو استعمالان أي واحد ليده هذا الصليب ليده هذا صليب أي ليده هذا أصل كيس نوحك سوى شيء ذا وحي كريستان كو اقبان عيسى بن مريم إن للدلدلي أولا ديسايبا اقبان دبا دمركا رمزي وحي وقدكتين صليب كاسي رمزي كدكتين صليب كو اكتو ذا وحو يهي وحل عابده وما دام عيسى بن مريم اي عابده تشرين صليب كعلامات ذا وحي رمزي وقدكين وحي مركا كدكين وحي عابدان بي كدكين مركا معبود بو اكتو ذا كي يهي ساساودد مركي النبي صلى الله عليه وسلم عدي بن حاتم الطائي او كريستان واغي هوري اهان شري والنبي اسو غلاي اسغو عدي بن حاتم ام عتب الذهب حدن يهي اي النبي حكمه صلى الله عليه وسلم يا عدي اطرح عنك هذا الوثن عديو وحديث كتورتا صنم كان اسكتور صنم كو النبي أمره صلى الله عليه وسلم إنه عادي إسكتورانا وحو أهم عتبك أحدنا يقرت أسرنا عادي أسرنا أيو أها عادي نمر كده موات وريوان إسلامي مركا كليها إلا إسقبتا ومد من هي وي خاصة صلاة قده هيدا حالة كلابي قبيح تهي هذه صلاة لقود شرنا وابكسي الدرنت نهي قارا يدكويني النظر إلى موضع السجود والخشوع باب كنوح كساب سنيا هاي ايق مذل لإيقا ايو إلى موضع السجود ماشا لغو السجود ايو ايق استل لإيقا ايو يا والخشوع خشوع دا صلاة دا قده دا لغو خشوع ايو ايو هل كان شيخ كقه الله يا رحمه الله وكان وحو أها النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى مركو تكنيو طأطأ رأسه مذ مدحي سهوس ردق أيو أها ورمى كتورة ببصره أرقيسنا نحو الأرض حق أرلض كتورو أرلض مركا إيغا حديث كان وحسوري بيهقي يا حاكم باسوري حاكم نوا صحيحي أو وحول حديثك وصحيح أو لما وحول وصحيح على شرط الشيخين بولي ولما دخل الكعبة مركو النبي صلى الله عليه وسلم قال الكعبة كعبة أو قال ما خلف بصره موضع سجوده ما خلف كموع عنين وكملاحا بصره أرقيس موضع سجوده ميشو كسجود أيو كموع عن
حتى خرج منها إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو كعبة كبحي. حديث كان وحسوري حاكم يبيهقي أي سوري حاكمنا وصحيح يوحو يلي حديث كان وصحيح بويلي حديث كهراء علماء قارب إعلالي أو يلي حديث كهراء الشيقاية إذا صلى طأطع رأسه ورمى ببصره نحو الأرض يعني مرسل لما علماء حديث كقاركود أرجحيل أي لذين الصحيح أنه مرسل سيدا مركا صحيحة وحديث كوكوية هاي وأنه مرسل يهي ويان أي ماذا حديث كقاركود بس أرجحي حديث كاللباد لفتيسا وحكوتش لمركا سنة كيسا نين مركا وحوي علماء قاري كهض لين بسنة كيسا كتشرة أو يعني تاسي إذا أودد علماء قاروي ضعيفيا لفتيسا أو وحي إلى ذان سنة كيسا وحكوصوغان ضعفي أي كوصوغان عمر ابن أبي سلمة التنيسي نين لا يلاهدو أي سنة كيسا كتشرة نين كاسنا وحو إمام أحمد يلي يعني روى عن زهير بن محمد بواطيل وحو كوري زهير بن محمد أحاديث باطل أبو كوري حديث كان لفتي سنة زهير بن محمد بكورينا يا ولما ذكر كودنا ننكاس ويتوثيقيان وحي لذا ثقوي المهم حديثك شاهدك الأولي يا شيخ الشيقين واتشرا وحديث مركا وحوية الماما يا يعني تبن صحابي إن لقى السوري إن يلاهدين صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وحو قد وان شبضان وقايا كان شبضان ما أنه أراغ صلاة أمير المؤمنين وتكنا يوحي وتشيدين عمر بن عبد العزيز بيوتشيدين صلاة عمر بن عبد العزيز تكنا يو صلاة النبي جوح وجرد وما إنه أرق بيده طبعا صحابي بس رايلي طبعا نوح الله فير صلاي صلاة عمر بن عبد العزيز بع الله فير صلاي وحلا أرك يسقى موضع وكس جودا يو أن إيجايا وأن مركا ملك لا وجد بينن أرقيس أن وجد بينه مركا أحاديث عين كاسا علماء قروا اسكو قويين قاركودنا أحاديث قاربا بيسجار قويين شيخ الباني مركا وحو قاتي مسألة ذا إن موضع السجود اللا إيغو مركا لتكنا إيو إن لا إيغو أحاديث سلاسو كالبحي علماء مذاهبتنا واسكو خلاف سيهن موضع الروح إيغا إيو مركو تكنا إيو بعض وحي كتاقين إنه موضع سجود إيغا إيو وانا سيدا الشافعي إيو حنفيه أي قبان علماء قار كودنا وحي قبان إنه إيغا إيو إمام كلفتي سبا إنه إيغا إيو وحول الشيخ الألباني وقد اختلف العلماء في الجهة التي ينبغي للمصلي أن يتوجه بنظره إليها وحيسكو خلاف العلماء شهادة أيها بونتا الروحة كنيا إنه أتشيدي أرقيسا فذهب مالك إلى أن نظر المصلي يتجه إلى جهة القبلة وحكوت إمام مالك إلى أن نظر المصلي يعني كتكنا أي أرقيس يتجه إلى جهة القبلة إن أتشي سنة أتشي سنة حق قبلة وترجم له البخاري في صحيحه وأنا أترجم وأباب يستي بخاري كتاب كيس الصحيحة باب رفع البصر إلى الإمام في الصلاة وطيع علماء إلى أن فقه البخاري في تراجمه فقه البخاري ترجموه إن كيسو 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 باب بكيسا مركوح باب يستي بخاري باب رفع البصر إلى الإمام في الصلاة أرق إنسر اللوقات إلى الإمام إمامك اللي إيقايو يعني إنسر اللوقات حق إمامك في الصلاة صلاة قده هذا وساق فيه عدة أحاديث في أن الصحابة كانوا ينظرون إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وهم في الصلاة في أحوال مختلفة وحن سعروري أحاديث يعني متعدد عدد الصحابة سعروري وكتسنا إساء مكس أبصا إن صحابة رسولك صلى الله عليه وسلم رسولك أي إيقى جرين يقو الصلاة كتشرة حال ذك للدول وذهب الشافعي وحكوتك الشافعي والكوفيون يقول هذا غير كوفة وأبو حنيفة وهو الصحيح من مذهب الحنفية وأنا مركا سيدا مركا قولك الصحيح أكتو ذكاء
يعني حق مركه مذهب حنفي الى انه يستحب ان لا جعليسنايو للمصلي كتكنايه ان لو جعليسنايو النظر ايغمده او ايغايو الى موضع سجوده الى ميشه سجوديس او ايغايو سدا ان لو جعليسن لانه اقرب الى الخشوع لانه محي اليكاسي ان موضع السجود كلا اقرب يدا او دوان شبدان الى الخشوع خشوع داي او غدوده شيخ وحل وهو الصواب وهو الصواب وصل صحدا وي لدلاله الاحاديث السابقه عليه احاديث تهر مرسين كتوسين اي سدرات بو صواب يهي وفصل وكل ساري الحافظ ابن حجر حافظ ابن حجر مساله هو تفصيلي سوى حديثه كل ميه وحديثي قال وحي شيخيسا ان مركز صحابه النبي صلى الله عليه وسلم ان ايغ جيره نبيغا ان ايغ جيره ونبي سو مر حديثكي شيغايي ان اي كبها اسك بخيين مركي اركين النبي صلى الله عليه وسلم صلاه غدهيدي كبه سيبي وحين مركز سدا اسمهين ارغاي النبي كا اركين انو كبه بخيي وانغا كلو حديثكا شرحيسا كو شيغناي إن الصحابة مركا أي لهدين يعني الصلاة السرية النبي صلى الله عليه وسلم قرآن بو آخرين شري كلو يعني مركا أي آخرين شري أفتح هذا كهدن أم فاتح هذا هاي ولما وحي الشيخ أن تقدير ركو صابصا آيضا إلى قدر كود أنت سكليهم بو آخرين شري محاكو قرن شرتين بالين وآخرين آيو وحي له وحنكو قرن بالضراب اللحيتي قركي سو دغدغاق أو دغدغاق أيو أي نكو قرن نبي لهدي marka salaad iyago ku jira inay nabigi eegaayeen oo ay arkeen garkiisa ay arkeen dhaqdhaqaaqiisa ayaa xadiiskaasina sheegaya marka bukhariina ahadiis baabka ku saabsan buu saaroori marka xafid ibn xajar wuxuu yiri wa yumkinu an nufarriqa bayna al-imam wal-ma'mum wa yumkinu wa hasura gala an nufarriqa inaynu kala saaro bayna al-imam imamkiyo والمأموم كمأموم كإمام ككحردي لبضا إنا نكال فرقنا سورة قلع فيستحب والله على إستالي الإمام إمامك أن نظر إيغست إيغاي إلى موضع السجود إلى مشك سجود وكذا للمأموم مأموم كان والله سنية إلا حيث يحتاج إلى مراقبة إمامه موياني مركو أباهن يهي إمامك سينو إلى ليو سلادي سئو إيكتو سلا أبا هذا موياني marka sidaa ugu baahdo imaamki waa jaleecayaayo yaani marka araga xaqiisa waa u dalacaya laakiin marka kale halka hortiisa abu eegaya wa amal munfaridu ki kalidi ahmiya fa hukmuhu hukunkiisu hukmul imaami imaamka hukunkiisa weey imaamka hukunkiisa weeyo isaguna waa inuu mawdic sujuudihi eega hadalkii ibn xajar intaas ku dhamaaday intaha sheikh al-albani waxa uu yiri al-sheikh al-albani رحمه الله وبهذا يجمع بين الأحاديث كاسبا لقو كل من أي أحاديث التي أحاديث سوساقها البخاري وبخاري سواروري وبين أحاديث النظري يا أحاديث إيقمدا شيغيس إلى موضع السجود إلا إيقايه وهو جمع حسن وكل من وناكسا والله تعالى أعلم على كل حال سيدا مركا شيخ كل مياي حافظ ابن حجر كل ميي شيخ الباني كل راعي وإن لا يراه ذو حوى الصلاة إنه موضع السجود كأو إيغو اللهم إلا مروا أبا هذي إمامك مركا حركات كيسية دغدغا قيسة إنه لا الصعود أو طائق مركا أبا هذي موياني مركا كلا موضع السجود كو إيغي مركا أبا هذي سو مركا إمامك سلا دي سو إيغتنا مركا أنا إمامكو إيغي لكن منفرد كي إمامك يغو موضع السجود كون وإن إيغا بخاري مركو سيدا يساقو بابا يستيا ويلما يعني إنو إيغو إمامك أي إيغان مركو سيدا بابا يستيا وحي كتوسينا يسا أحاديث ثاني أكتيسا إننا كأصحن سيدا سأوديد ويساقو مركا كردقا إيو يعني مركا سيدا صحيح إنا سيدا كرأونتاي سيدا سيدا وكردقا إيو إمام مالك وحياله الدليش هذا وحكم إذا حق قبل هذا اللي إيغيا فولي وجهك شطر المسجد الحرام يعني أتشيدي وتشيغاغا حق مسجد الحرام كا مركا تشيدين تا حق مسجد الحرام كا وتشيغا لو تشيدين ايو وحاو كتصين ايا إن حقا اللي ايغا ايو ايو مركا كتصين ايا لقا قادن ايا باي مركا ليه على كل حال لكن حديثة مرها دي الصحضي
waxay noqonaysaa in la yidhaahdo asalku waa in mawduucu sujuudka eego, laakiin waxa weeye imaamka inuu eego iyada markaa dhibaata kuma sugna oo wax karaahiya kuma jirto, wax karaahiya ahi kuma jirto, waayo salaada markaa ma'muumku imaamkay ku xidhan tahay, imaamkana xarakaadkiisa iyo ficilkiisaba in lala socdaa waa mid muhima. وقال صلى الله عليه وسلم وحو النبي يلي صلى الله عليه وسلم لا ينبغي أمها بونا أن يكون في البيت إن يكسقنا تبيتك وكعبده شيء وح وحاصو يشغل مشغولين يا المصلية كتكنا يا مشغولين يا سلاديسك مشغولين يا حديث كان وحصور يا أبو داود يا إمام أحمد بصور يا وانا صحيح بيت كان وحلوغتش إذا كعبده sida sababa wuruudka xadiidku ku soo arorayba uu sheegayo inuu kacbada ku saabsana. Marka wuxuu tilmaamayaa in nebigu sallallahu alayhi wasallam uu sheegay inaanay habboonayn in kacbada loo daayo wax dadka mashquulinaya. Marka wixii dadka mashquulinaya waa in laga zuuliyaayo, laga baabi'iya ama laga markaa qaada. Wa kaana wuxuu ahaa nebigu sallallahu alayhi wasallam yanhaa mid reeba can rafci albasari aragga in sare loo qaado, ila samaaya xagga samada in sare loogu qaado iyada oo la tukanayo, nebigu waa nahyin jiray sallallahu alayhi wasallam. Wa yu'akkidu waa adkayn jiray fi nahyi reebista la reebayo, xataa qaala ilaa uu ka yidhi nebigu sallallahu alayhi wasallam la yantahiyanna ka reebtoomeen oo ka reebtoomeen oo waa ka reebtoomayaan aqwaamun ragi rag baa ka reebtoomaya, raggaasoo yarfacuuna sare u qaadaya absaarahum indhahooda sare u qaadaya, ila samaaya xagga samada araggooda sare ugu qaadaya, fi salaati salaada gudaheeda, aw laa tarjicu ilayhim ama kuma soo noqon doonto indhahaasi iyaga kuma soo laaban doonto, oo bimacnaa araggaa laga kaxaynayaa laga qaadaya. Wa fi riwaayati riwaayo kale waxaa ku sugnayd oo xadiisku leeyahay aw la tukhtafanna ama la dafe oo la dafe oo waa laga qaadayaa laga dafayaa absaaruhum araggiyadooda. Xadiidkana Bukhaari iyo Muslim baa soo wariyey. Wa fii xadiidin aakhara waxaa kaloo ku sugnaa xadiid kale, faidaa sallaytum markaa tukanaysaan falaa taltafituu, yacni markaa ha jeesjeesanina, fa ina allaha ilaahay yansibu wajhahu wuxuu soo qaabilsiinayaa wejigiisa liwajhi cabdih, wejiga addoonkiisuu soo qaabilsiinaya, fii salaatihi xaal addoonku ku sugan yahay salaadiisa uu ku dhex sugan yahay. Maa lam yaltafit inta aanu jeesjeesan, yacnii ilaahay waa soo qaabilaya. Xadiidkana Tirmidi iyo xaakim baa soo wariyey, labaduba waa saxiixiyeen, sheekh Albaanina waa ku raacay. Wa qaala aydan wuxuu kaloo nebigu yidhi sallallahu alayhi wasallam cani talafuti, yacnii waxa weeye jeesjeesiga wuxuu ka yidhi ikhtilaasun ay huwa ikhtilaasun, waa markaa dhufsasho yakhtalisuhu u dhufsanayo ashayaanu shayaanku min salaati alcabdi, addoonka salaadiisa uu ka dhufsanaayo. Xadiidkana Bukhaari baa soo wariyey. Oo bimacnaa xaaladdan qofku markaa uu daydaymoonayo isagoo salaadii ku jira, shaydaankiiba wuxuu ka dhufsaday wax salaadii ka mida buu ka qaatay, markaasuu qofku sii jalleecayaa ou sii eegaya. Wa qaala sala allahu calayhi wasalam, wuxuu kaloo nebigu yidhi sala allahu calayhi wasalam laa yazaalu alcabdu kama zuulaayo kama baxaayo addoonkii wuu ahaanayaa. Laa yazaalu bimacnaa waxay la macno tahay kaanay la macno tahay, oo nafyu nafi isbaatun, shay la diiday haddii lasii diido lasii nafiyo waxay noqonaysaa isbaat ama sugis bay noqonaysaa. Oo zaala waxay leedahay macno nafyi, oo shaygu waa zuulay bimacnaa waxa weeye waxaan jirin buu noqday baa laga tilmaamaya. Marka laa oo naafiyaa la geliyo, yacni zaalo oo macno nafyi leh iyo laa oo lafdigeedu nafyi yahay, labadii nafyi markay kulmaan nafyun nafyi isbaatun bay qaacidadu tahay. Shay la nafiyay oo la diiday haddii lasii diido wuxuu noqonayaa isbaat, la sugay buu noqonayaa. Marka laa yazaalu kama zuulo kama baxe waa ahaadaa ayaa loo jeedaa,
لا يزال الله مقبلا على العبد في صلاته ما لم يلتفت. انت آنو جيس جيسنا ضيمونن إلى هاي وصوقا بلا يا أدون كاسلا دكوشرا. فإذا صرف مركو الليحية أدونكو وجهه وجهي سأوى عيو الليحية انصرف عنه إلى هاي وكتشي سنية أو رحمة دوكو إيغاي يعني مركا كوم إيغاي. حديث كان أبو داود يغير كبا سوري ابن خزيمة واصحيحي ابن حبان واصحيحي تمام منها شيخ الألباني حديث كالسنة كي سواكو ضعيفي هل كان سواكو قوي وكو صحيحي وحانو مركاتاي حديث كالشواهد كالولي وحديث كعين الصوم مري مركا شيغايا. فإذا صليتم فلا تلتفتوا فإن الله ينصب وجهه لوجه عبده في صلاة ما لم يلتفت. حديث كاسو ترمذي حاكم أي سوريين أي معنى أهم وافق سنيهي ما داموا معنى أهم وافق سنيهي لبدا حديث ويسقوينيان مذ والبنا علماء غار كود وأي مدى حديث ككم ذا أي غار كيس حديث كأقوي مركا مجموعه إن يحوق سسي التريان وإسسي قوينيان وأرهن مركا واضح وإسكعد شيخ وحاو كان أحاديث شيخ إيسا روح مركو سلادة تكنا أيو إنانو عرك إيغن الروح مركو سلادة تكنا أيو سلادة كجرا إنو عرك إيغا وما بنانا كراهية كليا ما هو حاران وامدان بناني إن أي حاران تاين وحاكو تصير إيسا وعيدك إيا قوديغا والنبي صلى الله عليه وسلم كشي عدة يدو سلادة كجرتا عرك مركا إيغتا والنبي صلى الله عليه وسلم لا ينتهين أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في الصلاة أو لا ترجع إليهم وفي الرواية أو لا تخطفن أبصارهم عقاب وحلوغو قود ديانا وحي شيغ إيساين وحا سحارا يهي وشي كرهة تنزيها وإلا السمائية لغا في عن يهي هيا شبنان إن قد أما عقاب اللوغو قد يأينا يكتما أدام مردعضو مركا مرهدو النبي الشيقي عقاب اللوغو قد يأيو عدة صدا السمايسا وحلقا قادنا يأينو ذنبي يهي بلا مركا كبيرا ينو يهي علماء قارك قاتان مركا صلاة يدو اللوغو تشيرو وإن أن أرق السلال اللو قادنا أن عرك الله داون أما أن عرك اللي بل مركا صلاة اللوغو تشيرين كورا هديو حوية روح الدعاء سنيو وانو صلاة كتشرين أرقى السلام وقادي كرا تاسي يدعو علماء ويسكو خلافين دليل عدو النهي ايانا مترو علماء قاركودنا وحي الهدين يعني انو أرقى السلام وقادو اسكو الدعاء سنيو ما اهمر هدي صلاة دي بلي أرقى السلام وقادي علماء قارنا وحي همي النهي وصلاة قده يدو خصاب سنايا مركان صلاة اللي كتشرين مرهد دان نبي قوينا قريبين لبكم اسكو نبي الهدين. على كل حال دليل عد أديدي مركا للدعاء السنة ينارا قصر الله قادم مشروع صوفيا ذقار كود وحلق الشيقي إن يلاهدين روحوا إنو عركب إيقا معها عركب إنو إيقا معها مركا صار لقى الصور نقليا مشايخ ذقار كود إن أي مركا إنت أصول صناعة ما أفرطا صنع اللي يلاهدو عركا سرع أمي إيقا عركا سرع أمي إيقا لكن ورك النوع سوى مدمرك أنصح أهين واحفظي لأيه خيره كتشرانه متشره إن عرك اللي إيه وايه حدان صلاة اللي كتشره صلاة مركان اللي كتشرين إيه است عرك اللي إيه إياه ومدمرك وحويه بنانوي بل هو مدمشروعه واختي هذا قارك مستحب بينه غنكرته وهذا الروح الدون أيه إنو عرك إيغو حدقها إيه مركا ضيحة إيه السمد إنو إيغو كعبرقاتو يعني وحوية النوع عاس أوكالي وامد مركا وحوية لين أمريوي. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت يعني وحوية السمد إلا إيغو أولا فكرو يعني أدلة وينو شاقيسا آيات متعددة عن التلمامة إيه فكراد لغا فكرا ايو عركا الله فيرسان ايو مركا ادلة متعددة كسارورتي بل النبي صلى الله عليه وسلم
وايجي جري حق مركا السمد وايجي جري اوحو الله يري قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام اسقوا وحيق النبي صلى الله عليه وسلم جرالنا ايا ايو مركا ارق سرو قادي جري اسقوا مربر جينا ايا ان وحيك السودقه قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها مركا هذه فضيلتها إن أن عرك اللئيقين نبيغا سمين لها صلى الله عليه وسلم مركا وركا متصوفة دا قار كود يا مشايخ دا قار لغا صوررو يعني مت صحيحا معها مدي فضيلة كجرتنا معها لكن وحالينا قرر يبايون مركا الصلاة دا لغوشرو إن عرك اللئيقو مركا والينو ديري أحاديثني وحي كلوتي الماما إيسا روح مركو تكن أيو إن أنو التفات سمينين وأنو تشيس تشيسن أي أحاديثني شغيس حديث كان صوص سعود اللفتيسنا التفات كوات المامية وأنها نبي صلى الله عليه وسلم وارهيبا يوانه هي عن ثلاث صدح خصلاء ما صدح الرنبو الرهيبا عن نقرة كالنقرة الديك وحور ريابي يعني قبقب اللين تدقاق وكلا أما الديق وكلا الديق يعني مرنا مدح حصب أدقا مرنا سرق قادة إن صلاة الله خفيفية روح قبقب اللين أو حوية سري مركا الديق مرنا مدح فورين يا مرنا سرق قادة يوكلا وصلاة دي كحسلي وايو أو مركا سجودين تصعود عمر كيبك السبودو أو سلا أقب قبلي تانا بيقوى أنه هي يوري وإقعاء كإقعاء الكلب وحو كالو النبي قرر يابي فرد لمدة فرد أيقو كالا لمدة مركا إقعاء حوية لأنه هي وإن الروح لبدا الصل أدولك ديقو لبدا الرقن أوتاقو قعمهنا أدولك ديقو وكيفيات غريبة سلا إن صلاة الله فريستان النبي صلى الله عليه وسلم وديد يوى أنه هي وعجر إقعاء صناعة وحاجيث تكو ساروري إقعاء صناعة وحيه فردقة لبدا السجودات الدحية إنو الروح عربها كفريستو إنتو عربها تاقو إنو لبدا عربات كفريستا وإقعاء وحي كمتاي كيفياتك اللو فريستو فردقاس وانا صناعة سيدا حاجيث تكو ساروري والنبي صلى الله عليه وسلم إنه أدنك بديح قلده أو كميدك تاغو سيدانا وأفريستي فردقا لبدا السجودات الدحية إنه لبدا عربات كفريستو لبدا يعني مركا الدين لبدا عربات إنتو تاغو إنه كفريستو تاسنا النبي صلى الله عليه وسلم واسمي مركا لبدا واسونا إن مدو مر لسمعيو آيا مركا فيعن مركا إقعاقا سواكي السنة يساقو أها لكن إقعاقا وكيل نهيي والتفات وحكى للنبي صلى الله عليه وسلم الرهابي جيس جيس لم إذا كالتفات الثعلبي سيدا دوعادو جيس جيس توقل إن لو جيس جيس تو نبي صلى الله عليه وسلم والرهابي والنهي حديث كان إمام أحمد يا أبو يعلى سوري وانا حديث صحيحة سيدا الشيخ الباني بمركا ورتل ماميو مركا وحلنا هي ايا فعل لذا حيوان كوكلا إلا شبه هو الذي ديدا صلاة قده هيدا وما دام بن آدم كي إلى هاي الشرفي ولقد كرمنا بني آدم وأي هاي مركا بن آدم كمكرمين أيهين تشبه حيوانات كي نولا ياشكلا أي شبه أيان أما حولها أي شبه أيان أما الدقاق أي شبه أيان ومركا لغا ريبيا خاصة صلاة قده هيدا حتى مركا كلفت هيدا ايان صلاة لغو تشرين اهل العلم قواحي الهدين ان مركا حيوانات كلا شبها معها اوامد مذموم وحنب الهدين ان حولها ايو يعني الدقاق ايو ليسوء كيسي ولا شبها وايا كرامدي بن آدم كالله الشرفي باي كهر امان ايسا وحي كشرف بديهين ان يسوء كيسي مركا وحكا سو حيواناتكو اي لقاريهين إلا يسوء كيتسي اما عدكو دوكالة اما صعود اي لقاريهين اوكالة اما فردي اي لقاريهين اوكالة إلا يسوء كيتسي اما وحينو ايمان دونتا مركا لفريسانا ايو ولا يبركن احدكم كما يبرك البعير متكين يانو افريسان سيدا اوركو افريستو اوكالة
fadhiga markaynu gaadhnayno xadiiska ugu tagi doona. Halkana saddex umurood oo saddexduba ku saabsan yihiin xayawaanaadkaas ayaa marka laynaga nahi in sidood oo kale la sameeyo. can nuqratin ka nuqrati diik, wa iqcaain ka iqcaai lkalbi, waltifaatin ka iltifaati lthaclab. oo xadiisku markaa inaga nahiyayaa in loo jeesjeesto sida dawacadu u jeesjeesato ama dawacu u jeesjeesto. jeesigaasina wuxuu yahay waa jeesi wejiga la jeedinaayo, taa laynaga reebaya. laakiin ilqoodha qofku inuu wax ka eega iltifaadka la sheegaayo kama mid aha. ta dawacadu samaysaana ma aha ilqoodha inay wax ka eegtee wejigay marba gees u jeedisaa. ta laga hadlayaa taas weeye, waana mid manhiya weeye in wejigaa la jeediyaa, waa mid laynaga reebay. culammadu waxay yidhaahdeen salaaddu kuma burayso jeesiga wejiga la jeedinaayo haddaan xabadka ama laabtu aynay qiblada ka jeesan. haddii laabta ama xabadku ay qiblada ka jeesato, salaaddii waa burtay oo istiqbaalkii qibladaa la waayay. haddii laakiin laabtu ay qibladii qaabilsan tahay, salaaddii ma burin, laakiin nahyii buu ku dhacay oo taa uu nebigu inoo diiduu ruuxu sameeyey, nahyigaas ayuu ku dhacay. axaadiista horena macnaha wejiga waa tilmaamaysaa. laa yazaalu allaahu muqbilan cala alcabdi fii salaatii maa lam yaltafit faidaa sarafa wajhahu insarafa canhu. iltifaadkii markuu sameeyo, yacni wejigiisi jeediyo, insarafa canhu, ilaahay waa ka jeesanaya oo raxmaduu ku eegaayo ku soo qaabilayay kuma eegayaa loo jeeda. aragga ilaahay marnaba yacni markaa shay mawjuud oo ka qarsoomaya ma jiro. wax walba ilaahay waa arkayaa, wax araggiisa yacni seegayaana ma jiraan. laakiin waxaa loo jeedaa marka uu ilaahay soo qaabilayo, dee raxmad buu ku soo qaabilayaa, markana raxmad baanu ku soo qaabilayn baa loo jeedaa. bidalika kaas buu amray oo ah sujuudda labaad in la sujuudo lana takbiirto almusia salaatahu. li tuko salaata muwaddic, mid adduunyada sagootiyaya salaaduu tukado oo kale tuko, ay salaatan ka salaati lmuwaddici, salaad la mida salaada muwaddica yacni tuko. ka'annaka taraahu, waxaa tukataa xaalaad shabahayso sidii mid ilaahay arkaayo oo kale aad shabahayso, yacni markaa xaalaad sidaasoo kale tahay tuko. fa in kunta, haddii aad tahay laa taraahu, midaan arkaynin haddaa tahay, fa innahu yaraaka, ilaahay waa ku arkaya, ilaahay waa ku arkaya. xadiiskaana waxaa soo wariyey Tabarani, ayaa soo wariyey Diya Almaqdasina mukhtaaradu ku soo wariyey, imaam axmedna waa soo wariyey, ibnu xajar alhaytami waa saxiixiyey, sheekh albaanina waa saxiixiyey. silsilatu axaadiisi saxiixa ayuu markaa kaga hadlay, una ku saxiixiyey xadiiska. marka salli salaata muwaddic waxaa loo jeedaa mid dhimanaya oo adduunyadiiba sagootiyaya oo aan nololi u dambayn, oo ka annahu markaa salaadan dabade naftu ay ka baxayso siduu u tukan lahaay oo kale u tuko. haddii ruuxa lagu yidhaahdo salaadii kuugu dambaysaa tukan lahay, waa taa haddaa tukanayso, soo ma aha inuu dadaalo. yaa qalbiga soo xaadiriyo, khushuuco, ku dadaalo salaadii oo sida sunnada waafaqo, oo waxa weeye aanu mashquul adduunye iyo wax lamida ku mashquulin. marka ruuxu dee ma oga goor u dhimanaayo, ila waaba dhici kartaa salaadaa tukato tii kuugu dambaysa inay noqotee. sidaasuu nebigu uhi salli salaata muwaddic, waxaa tukataa mid adduunyada sagootiyayo dhimanaya salaadu tukan lahaayoo kale tuko. oo bimacnaa salaadii khushuucdeedii iyo arkaanteedii iyo sunnayaasheedii iyo abcaaddeedii iyo hay-aadkeedii intaba hagaaji oo ku dadaal, iyo khushuucdeedii. waxaa tukataa sidii mid ilaahay arkaya siduu u tukanaayo kale, yacni markaa u tuko, dee ilaahayna ma arkayno. ee waxaa loo jeedaa yacni waxaad markaa rabbi muraaqabeeyo, yacni markaa qalbigaaga ku soo xaadiri in ilaahay ku taalacanayo ku arkayo, sidaad markaa rabbi ula khitaabayso ee aad ula faqayso waa inaad qalbiga usoo xaadirisaa iyo niyada salaadana u wanaajisaa. qaab loo tukado qaabkii ugu fiicnayd inaad u tukataa. wa yaquulu, wuxuu odhan jiray nebigu sala allahu calayhi wasalam, maa min imri'in,
مجر الروح روحا سو تحضره أي كسو حاضرته صلاة مكتوبة صلاة فرلي أي كسو حاضرته أو فيحسن لبدنها قاتشنية وضوءها ويسده ده قاتشنية وخشوعها خشوع ده لغو خشوع ينها قاتشنية وركوعها ركوع ده للركوع ينها قاتشنية إلا كانت كفارة لما قبلها إن كفارة النقطة موياني وحي كهري ومن الذنوب الدنبيالة ما لم يؤتي انت آنو السمين كبيرة دنبي وين آنو السمين نسخ صحيح مسلم كقاركود وحي قريان ما لم يأتي كبيرة انت آنو كبيرة السمين أو أتى يأتي أيتاي سيد الشراح ذا قاركود أي تلمامين نسخة صحيح مسلم قاركود إن يكسونا وانا سيدا مستخرجك أبو النعيم نعلمة أي كسو نقلية ما لم يأتي ما لم يؤتي مركا ليلاهدو أو آتا يؤتي ليلاهدو آتا معنهد وبمعنى أعطى وبحنت يسينت مركا نوحى الله الضبدي إن مغير الصيغة لقدقو أو ما لم تؤتى كبيرة ليلاهدو يؤتنا والله مدين أو مغير الصيغة لقدقو ما لم يؤتى كبيرة مركا صيغة لقدقو ولا يعني مغير الصيغة اللي قد يقول فعلك وحين نقول إسا أنت آن لسين دنب كبيرة إمات كل إمان أي آن لسين ساسا مركا معنو دعي مركا معلوم لوب بنيه وما لم يؤتي كبيرة مركا اللي يلاهدنا وحي يلاهدين وحلو شيء ما لم يعمل كبيرة أنت آن دنب كبيرة السمين وإيتاق وابحنت إيسينت لكن وحي يلاهدين شراح ذو وضع الإيتاء موضع العمل إيتاقي وحل لدي موضع عملك لأن العامل يعطي العمل من نفسه ويروح عاملك عمل فريا وحصمين عملك وحكب حنيا حق النفتي قال الله تعالى ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة لآتوها يعني فتنة دي ويسين لها ينبالي نفتو ذا حقو ذا يكب حن لها ينبالو شيدا لكن إرقى آتا بأصل كيد وحي بمعنى عطا الخلاصة وحلو تشيدا ما لم يأتي مركا ليلادو صدا الله ضبط ديو نسخة غار لقصه النقلي وعلى الجادة إشكال ماله ما لم يؤت مركا ليلادنا ومركا إساقا كبيرا لسين كأنه يعني مركا ريديستا دنبقا كبيرا دا ألاقو ردا أيو اللو قدر يأينو كدعو أيا لقصه قادة يسيلي وحل السيئة يوكلا ما لم يؤتي كبيرة ما لم يعمل كبيرة بين لا معناته او ايتاغي او سينتي اهايد اي موضع عمل كلا دقي ما لم يعمل كبيرة بين لا معناته وذلك الدهر كله وذلك مركا الرنقاسي الدهر كله يعني اي مستقر الدهر وحسوغي هاي وقت قردان كله دمانتي حديث كنا مسلم بصحيحة كسوري حديث كنا وحو الشيخ يا الروح كستو صلاة فرال كايو كسو حادر تو تمادو ودنا ويسد هاجاتشية خشوع ده هاجاتشية أركان تي ركوع ده هاجاتشية يعني صلاة سيدة تهايو قد دالة وحي كفارة قد وغن نغطة دنبية دي أهراء السمية الصغائر تأهيد أي مركة كفارة قد وغن نغطة دنبية كبيرة ده أهيد كفارة قد وغن نغطة سيدة حديث كظاهر كسو الشيخ لكن دنبية صغيرة أبي كفارة قد وغن نغطة وقت قد نوى عين كاس وبمعنى الصلاة كستابت دنبية دي كهر رأي صغيرة أمر كفارة قد كن نغدان يعني روحي دنبية دي صغيرة أوي كن أمانية قيد كوحى لغوح رأي ما لم يؤتي كبيرة إلى هين وحوري إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم أداك ديراتان كلا إذن كريبا يكوي سوا وين هداك ديراتان نكفر عنكم سيئاتكم وحنو إذن كما صحينا إذن كبابينا إنا الدنبية دينا كلا وقد صلى حقيقة واتكدي صلى الله عليه وسلم النبي في خميصة وحكتكدي يعني مرصو فبكتكدي ولها أعلام يعني مرك أمارة له مرصوفة وعلامة له أي كتكدي فنظر وائق النبي صلى الله عليه وسلم إلى أعلامها
calaamadaheedii buu eegay, nadratan eegma ayuu eegay. Falamma insarafa, markuu gedoomay oo salaadii ka soo baxay, qaala, wuxuu yidhi nabigu sallallahu calayhi wasalam, idhabuu bikhamiisatii haadihi, yacni markaa la taga bikhamiisatii maradaydan suufka ah ee calaamadaha leh ee haadihi tan ah, yacni qaadoo la taga oo ilaa abi jahmin, abi jahmin ninka la yidhaahdo u geeya. Wa'tuunii, waxay ii keentaan biambijaaniyati abi jahmin, marada markaa ee adage go'a adage abi jahmi uu leeyahay ii keeno, iigu soo bedela taas. Ambijaaniyaduna waa kisaa'un ghaliidun laa calama lahu, waa maro adagoo qallafsan oo saafi ah oo aan wax calaamadiyo wax laymana aan lahayn ee saafi ah. Fa innahaa maradani alhatnii, waxay iga mashquulisay aanifan haddeer, can salaatii salaadaydii bay iga mashquulisay baa nabigu yidhi sala allahu calayhi wasalam. Wa fii riwaayatin, riwaayo kale nabigu wuxuu ku yidhi sala allahu calayhi wasalam, fa innii, anigu nadartu waxaan eegay ilaa calamihaa, amaaradaheedii calaamadaheedaan eegay, fi salaati salaada gudaheeda, fakaada, wuxuu ku dhowaaday, yaftinunii inuu ifitneeyo, oo bimacnaa salaadii iga mashquuliyo ku sigtay. Xadiidkana waxaa soo wariyey Bukhaari iyo Muslim baa soo wariyey, waa xadiid saxiixa wey. Nabigu sallallahu calayhi wasalam maradan calaamadaha leh ee layman kale wuxuu isaga bedelayey inay salaadii ka mashquuliso ayuu nabigu ka baqay sallallahu calayhi wasalam. Waxaana uu yidhi marada Abu Jahmi u geeya oo maradiisa kale iigu soo bedelee adagee saafiga ah. Markii hore ee nabiga sallallahu calayhi wasalam hadiyadu waxaa ugu keenay maradan calaamadaha leh Abu Jahmi ninka la yidhaahdo hadiyad ugu keenay, maadaama uu isagu hadiyad ugu keenay, hadduu yidhaahdo maradiisa u celiya inuu khaatirkiisa markaa yacni markaa niyad jabo, yacni marka ayuu u diidaya oo is yidhaahdo nabigu waa kugu diiday wixii aad markaa siisay, dabadeedna markaasu wuxuu doonayaa yacni suu hadiyadiina uga aqbalo ee maradana markaa maradan ka mashquulinaysa salaadiina iyadana aan u qaadan. Markaasuu maradiisa saafiga iigu soo bedela, bedeladan marada saafiga lagu soo bedelaya waxay culammada qaarkood yidhaahdeen min baabi lbayc oo kaley noqonaysa. Hadiyad Abu Jahmi nabiga siiyey sala allahu calayhi wasalam ee celinta marka hadda lagu celinayo mid kalena lagu soo bedelayo ilatani mulkigii nabiga ku tacalluqday oo markii hore ka aqbaliye, waxay ku tusinaysaa in nabigu shay uu yeeshay uu hadda marka maradaa kale kaga bedelanayo. Taasna waxay u daliisheedeen culammada qaarkood bayca leh baycul-mucaataa, labada shay ee laysweydaarsado ee aan siiqo lagu lafdinin qabuul iyo iijaaba ee isu dhiibun ku xasisha oo uu midna dhiibo markaa shaygii xaggiisa markaa laga yacni markaa laga sugayey ka kalena bedelkiisii uu bixiyo oo labadii shay laysdhaafsado ama laysku doorsado, isku doorinta caynkaasi aan odhaah lagu dhawaaqin in bayc ku asixi karo baycul-mucaataati ay bannaan tahay bay culammada qaar u dariishadeen. Culammada qaarna waxay yidhaahdeen waxaa laga qaadanayaa, si kalay u dhigeenoo waxay yidhaahdeen waxaa laga qaadanayaa hadiyadda ruuxa la siiyey, ruuxii hadiyadda bixiyey haddaanu isagu dalbanin oo ku noqonin ee kii waxa weeye hadiyadda la siiyey uu shaygii ku soo celiyo kii siiyey, inay ta noocaasi bannaan tahay. Adigu calaa kulli xaal, yacni labada qolo markaa mid wale qolo waliba waxbay ka daliishatay, laakiin qolada hore u dhow, qolada hore ayaa u dhow, waayo nabigu sala allahu calayhi wasalam waa kan bedelkeedii u yidhi iiga keena uu ku yidhi. Almuhim, waxaa laga qaadanayaa maryaha lagu tukanayaa inay saafi noqdaan inay ka fiican tahay inay diilnimo iyo calaamado yeesha, si ruuxa inay salaadii uga mashquulin oo khushuucda ay uga dhowaansho badan tahay. Saas awadeed, sijaayadaha lagu tukanayo, roogaga lagu tukanayo laftooda, waxaa fiican inay noqdaan qaar saafi ah oo aan marka xariijimo iyo diilnimo iyo yacni sharaxaad iyo wax lamida marka aan lahayn, waayo khushuucdii taasaa u dhowaansho badan.
هذه الليمان هي علامة هي مركا وحوية نقشد أولي هي وحا دعي كرتا قفكو نقشد دائنو كم مشغوله أو داوضا أو ترتريو أيا دعي كرتا أمر باين دها لراعو ساس آوذي سيجاية دا صافيقة أهي أن شغار كأي علامة هلهيني ويكفي عنتهي حق الصلاة دا تكشده دا ويكفي عنتهي تشغار كي علامة هي شرحة داره وهي خشوع دا يقدو ده marka afdalku inuu yahay sida fadliga badani shay saafiya in lagu tukado ayaa laga qaadanaya sidaas inay afdal ka tahay oo fadli badan tahay si xaaraan ma aha ta shagaar kale ama calaamadaha leh in lagu tukado laakiin afdal ka sidana ah inay saafi noqdo wa kana wuxuu aha li aisha ta aisha mid uu sugan yahay thawbun maro fihi tasawiru maradaaso sawir ay ku sugan yihiin maradaaso mamduudun yaani la fidiyay oo lagu sii daayay ila sahwatin yaani ila xirka lagu sii daayay sahwadu waa guri yar oo marka waxa weeye guriga laga sameeyo sahwada la yiraahdo fa kana nabiyyu ma tahiyyatu wuxuu ahaa nabigu sallallahu alayhi wa sallam yusalli mitukada ilayha xagga daaha mid u tukada ayuu ahaa daaha sawirada leh فقال وحول النبي صلى الله عليه وسلم أخره عني إقدب لقاء وبمعنى إدوى مريب النبي صلى الله عليه وسلم فإنه مرضا لا تزال كما بحي سويتها تصاويره صور رديس تعرض لي مذ إمركا موقن إيسا وإيسو بندق ميسا تعرضنا وامركا لوضب دي تعرضنا وحوي أصل كوي تعرضوا مرك لها تتعرضوا ويسوسوا كبندق يسوي تعرضنا بمعنى تلوح ويمو قنا يسوي لأنك إمو قنا يسا في صلاة الصلاة إذا إمو قنا يسا حديث كان واحد سوري بخاري مسلم بسوري صور رضا حديث كشيغا إيو إن مرضا كسو نايد وحي أهل العلم وكو حنبارين إن يتهي صور روح النول إن أهين ay tahay waxaan nolol ku jirin sawiradeed oo dhir iyo wax la mida sawirkood baa ku sugnaaba loo jeeda oo hadii markaa sawiro wax nolol ku sugnaan lahaayeen iga leexiyo kaliya ma yiraahdeen waa jeex jeex ilaa nabiga sallallahu alayhi wasallam waxa uu sheekhu al-albani yiri wa innama lam ya'mur wax kalaba ma ahay wuxuu amri waayay sallallahu alayhi wasallam nabigu binaz'i at-tasawiri wa hatkiha in sawirada laga siibo wahadkiha la markaa jeexjeexo wuxuu u amri waayey waqtafaa ugu kaaftoomay bitanxiyatiha leexinta uu leexinayo ugu kaaftoomay liannaha iyadu sawiradaasi wallaahu aclamu ilaahay baa u aqoon badane lam takun may ahayn min dawaati alarwaaxi mid waxa weeye wax nafa leh oo nafi ku sugan tahay sawiradood may ahayn وحاود بدليل هاتكي صلى الله عليه وسلم غيرها من التصاوير وحانا الدليل إن نسيدا سأهين نبي صور رضي كلابا واتشح شاح ومريها كلا صور رضا لا نبي حكو السميين الدل دلاعيه وشح شاحي بمركا كسمي كما هو في عدة روايات في الصحيحين سيدا كسوغا الروايات يعني مركا متعددة أو بضان ومركا صحيحين كمركا كسوغا رضي أما عدد صاحبه ومن شاء التوسع في هذا كي دونا أرنكا مركا سيبا لارن إنو غوبا لارسدو أو أغادو سيبا لارن فليراجع هالراجعو فتح الباري فتح الباري هي غاية المرام كهالراجع أبو يشيخ مركا سهودو وبيت صغير منحدر في الأرض قليلا وقري يربى ليله دا ومنحدر في الأرض للك مركا إساقا كدا دكسن وقليلا إير هوس كدا دكسن أو شبههم بالمخدع يعني مركا شبه هي يعني إلى حركه كلا شبه هي يعني واقيب قريا كم يدو مركا الله سير حري يعني وي سهو دواكس مركا النبي صلى الله عليه وسلم وحو مركا يلي مرضا يقل لي حيا وحو يلي واسي مركا صور كان أنو صلاة دوغا مشغولين حديث كي هرين الصعر أقنينا وعكس قنا إذا لبر رواية وإن المركا تعليقين أو فإنها ألهتني آنفا عن صلاتي فكاد يفتنني الرواية ذكرنا أي شيء قس مركا الله بدأ الرواية سيال الله كل من أيها مدوحي الشيء قيسا إني كبا مشغول سيد صلاتي
مع تحية إذن وحي شيء وحي كسي قطة إنا إفتنا إسو بمعنى صلاة إيقا مشغول إسو وكسي قطة إنا إيقا مشغول إسي يوائي مشغول إسي سيسوه إمان إسا وحل إسكو وافتشنا يا أبي علماء دو يلاهدين ويسكتين نبي صلى الله عليه وسلم إنا إيقا مشغول إسا صلاة لكن حقيقة أقامي مشغول لكن دوان شاء أي كل دوائد إنا الصلاة دي كم مشغول إسا أرنكاسي أي كسيكتاي أي وحلق الصوقة ذي مبالغة أهان كأنه إنا كم مشغول إسا الله بدأ الرواية ساسا لسكوكينية الله قو كل منية أو دوان شيء اللي قو دوان أي لغا الصوقة ذي سيدا مركا شيء إنو حصيلا يوكرا إنا لم يتاي وكان وفرها النبي صلى الله عليه وسلم يقول مذي لهذا لا صلاة بحضرة طعام ولا هو يدافعه الأخبثان والله أعلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.